بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهندسين والمهتمين بشؤون البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بإذن الله تعالى، رغم أني اتكلمت كتير عن القصة ديت، ولكن ما زالت الأسئلة بتوجه لي كل يوم. NPK، عايز أتكلم على الـ NPK والأرقام الكتيرة اللي بتتكتب منها، اللي بتكتب عالي من الكتب قليل. المهم يعني إيه NPK؟ قلنا الـ N اللي هي النيتروجين، والـ P اللي هي الفوسفور، والـ K اللي هي البوتاسيوم. تمام؟ طيب، نحط وظيفة لكل واحد فيهم. وظيفة سهلة جدا خالص، بعيد عن المشاكل الأكاديمية. هنقول الN اللي هي النيتروجين، ده لما بيكون عندك نبات صغير وعايز تهيج المجموع الخضري بتاعه، أو تكتر المجموع الخضري بتاعه، أو تعمل طفرة في المجموع الخضري بتاعه، أو تعمل زيادة في المجموع الخضري بتاعه، فبتحط النيتروجين. النيتروجين قلنا ممكن يكون عالي في الأسمدة المركبة، وممكن يكون عالي في أسمدة بسيطة. المصادر بتاعة النيتروجين عندك زي اليوريا، دي 46%، تمام؟ وعندي حاجة زي نترات النشادر، دي كام في المية؟ 33.5، تمام؟ اللي هي موجودة في مصر. طيب، عندي سلفات أمونيوم، دي كام؟ دي 26 أو 20.6، آسف، 20.6، تمام؟ عندك نيجي بقى اللي طب عندي الفوسفور. عندك الفوسفور اللي هو البي، العناصر بتاعته اللي موجودة فيه كتير، زي ايه؟ زي السوبر فوسفات، تمام؟ ده مصدر من مصادر الفوسفات، زي السوبر فوسفات العادي، وعندي التريبل وشرحناهم قبل كده، وعندي منها حمض الفسفوريك، الفوسفوريك اسيد، ماشي؟ وعندي منها الداب والماب، تمام؟ كل دي ده ممكن يكون بسيط، ده بسيط، ده سماد مركب، الداب والماب، واتكلمنا قبل كده وفرقنا بين الداب والماب، تمام؟ دول مصادر. طب البوتاسيوم المصادر بتاعته ايه؟ عندك نترات البوتاسيوم، واتكلمنا في البوتاسيوم، ممكن نترات بوتاسيوم، عندي سلفات بوتاسيوم، تمام؟ دول الاثنين بيعتبروا المصادر الاكثر في بالنسبه لعنصر البوتاسيوم. طب ما تيجي للقصه ديت ونشوف ال ان بي كي دي، ايه القصه الطويله العريضه ديت، ومزود رقم ومقلل الرقم، وحاجه يعني كده بصراحه مش مظبوطه بالمره. طيب تعالى خلينا نتكلم عن ان بي كي. طيب لو جيت هنا عندي النيتروجين، قلنا الرمز الكيميائي بتاعه الN، والفوسفور الرمز بتاعه البي، والبوتاسيوم الرمز بتاعه الكي. لما هو يكون جايب لي مركب زي ده 20 20 20، يعني ايه؟ يعني او 19 19 19 او 18 18 18، تمام؟ طيب يعني ايه الاسمده الثلاثه اللي فوق دول، 19 19 او 20 20 او 18 18؟ دول بنسموهم اسمده متعادله. يعني ايه اسمده متعادله؟ اسمده مركبه متعادله، بمعنى ان النيتروجين فيها قد الفوسفور قد البوتاسيوم. يعني ايه؟ يعني بيدي جميع المراحل بتاعت النبات، موجود فوسفور اللي هو موجود نيتروجين عشان نمو الخضري، موجود فوسفور عشان نمو الازهار والجذور، موجود بوتاسيوم عشان نمو الثمار. طيب نيجي لتاني 19 19 19، برضه متعادل، سماد مركب متعادل بيدي جميع المراحل. طب 18 18 18، هو برضه فيه نيتروجين قد الفوسفور قد البوتاسيوم. يعني ايه؟ يعني بيستخدم او بيدي جميع مراحل الـ النبات، تمام؟ طيب ما تيجي بقى نقول النيتروجين لو عايز نمو خضري، الفوسفور لو عايز نمو جذري وثمري، تمام؟ اهو. طيب والبوتاسيوم لو عايز نمو الثمار، تكبر معايا البطيخه بدل ما هي 5 كيلو عايز 10 كيلو، بضغط بعنصر البوتاسيوم، تمام؟ بس في كل عنصر من دول يا جماعه ما اهملش العنصر الثاني، يعني مش عشان مرحله بقى فيها ازوت اقعد احط نيتروجين واسيب الباقي، لا، هي العمليه بتبقى محسوبه شويه. طب وعشان هي محسوبه شويه، هو حاط لك شويه مركبات. جه مثلا على المركب ده، هو تقول لك 12 61 0. طب 61 دايما اللي في النص دايما يا جماعه بيبقى فوسفور، اللي في النص، الرقم اللي في النص دايما سواء اتكتبت بالعربي او بالانجلش لازم الرقم اللي في النص بيبقى فوسفور. 12 61
زيرو، يعني ايه 12 نيتروجين و61 فوسفور، زيرو بوتاسيوم، ما فيهوش بوتاسيوم ده خالص. طيب نيجي على حاجه زي المركب ده، هو 18 44 زيرو. طب اللي في النص ايه؟ 44. يبقى اللي في النص ده ايه؟ هو الفوسفور. طب وال18 دي ايه؟ ال18 دي نيتروجين. طب والزيرو ده ايه؟ الزيرو ده بوتاسيوم. يبقى دايما الرقم اللي في النص سواء كتب لك التركيب الكيميائي بالانجلش او بالعربي لازم الرقم اللي في النص يبقى هو الايه؟ هو الفوسفور. تمام. طب لو ما كتبلكش الاخير وكتب لك 18 44 اعرف ان ما فيهوش بوتاسيوم على طول، هو حط الرقمين دول ليه؟ لانه لو ما فيش فوسفور هيحط لك الرقم ويحط لك مكانه زيرو. تمام. تمام. طيب لو جاني على مركب زي ده هو 18 قال لي هنا على النيتروجين زيرو 52 34. طيب المركب ده معناه ايه؟ معناه ان هو ما فيهوش نيتروجين بس في فوسفور 52 وفي بوتاسيوم 34. تمام. طب النيتروجين قال لي هنا في المركب ده 12 12 36. تمام. يعني ايه؟ يعني فيه نيتروجين وفي فوسفور بس عالي في البوتاسيوم. طيب نزل تحت وقال لي 13 0 45، ده ايه ده اللي هو نطرات البوتاسيوم، فيها 13% نيتروجين وفيها 0 فوسفور وفيها 45 بوتاسيوم. طيب دول قلنا 20 20 20 19 19 18 18 دول بيستخدموا في كل المراحل وخصوصا في المراحل الاولى، ان انا بس ببدا ابني النبات وبيحتاج فيهم لكل العناصر. ماشي. واذا كان الاسبوع الاول دايما بنوصل بالاسمده البادئه واتكلمنا قبل كده عن الاسمده البادئه. طيب تعال لي على ده هو. تمام. تعال لي على ده. يبقى دول أسمدة إيه؟ أسمدة متعادلة. دول بيتحطوا في مرحلة الأولى للنبات وهو صغير أهو تشتلة. ماشي. في المرحلة الأولى ممكن تحطهم في خلال الشهر الأول، العشرينات والتسعتاشرات أو التمنتاشرات. دول بيبقى هو كمان عامل فيهم إيه؟ بيبقى هو كمان حاطط عليهم ممكن عناصر صغرى وممكن مغنيسيوم. تمام. عشان يكمل الدنيا بتاعته. طب هو اشمعنى ليه يا جماعه الان بي كي؟ لان الان بي كي دول اساس النبات، بيحتاجهم النبات بكميات كبيره، هم عناصر كبرى وفي عناصر كبرى تانية. تمام. في عناصر كبرى تانية بس دول بيحتاجهم النبات بكميه اكبر من العناصر الكبرى التانية، بيحتاجهم بوحدات. تمام. وكل نبات ليه احتياجات من عنصر فيهم اكتر. يعني عندك النباتات اللي هي بتبقى عايزه نمو خضري كويس، البرسيم، زي البرسيم مثلا، النيتروجين بتحتاج نيتروجين كتير. طب لو عندي نباتات زي الحبوب، زي الفاصوليا، زي الفول البلدي، زي اللوبيا، كل النباتات اللي فيها حبوب بتحتاج نسبة فوسفور عالية. طيب المحاصيل الضرنية زي البطاطس وزي البطاطا والحاجات دي والقلقاس وزي الموز، ماشي، دول بيحتاجوا البوتاسيوم شرهة جدا للتسميد البوتاسي. عشان كده دايما بيقول لي على ان بي كي او التلات عناصر ده هم. تمام. طيب بعد كده بقى قلت دول بيستخدموا في المرحلة دهية بتاعة الشتلات اللي هم أسمدة. أولا النسبة قليلة فيهم 20 و19 ومتعادلة في العناصر كلها. طيب طب ما ننزل بقى على ال 12 61 زيرو وال 18 44 زيرو برضو. تمام. هنكتب الزيرو كده هو. تمام. دول ايه؟ دول يا جماعة عاليين في الفوسفور، هم 64 فوسفور 44 فوسفور. دول بيحتاجهم النبات في انهي مرحله بقى؟ دول الاثنين بيحتاجهم النبات في المرحله بتاعه الجذور دهيت، بيحتاجهم النبات في مرحله الجذور دهيت. ليه؟ عايز اعمل جذر قوي. تمام. وعايز اعمل ازهار، يعني في مرحله التزهير وفي مرحله بناء الجذور عايز اعمل شعيرات جذريه كويسه. ليه بعمل جذر كويس؟ لان انت لو ما عملتش جذر كويس النبات عمره ما هيكون كويس، لا في النمو الخضري ولا في النمو الثمري بتاعه. بمعنى ان الجذور دهيت بتاعه النبات هي بمثابه الاسنان بتاعه الانسان. انت الانسان لو ما فيش اسنان كويسه هيقدر ياكل؟ مش هيقدر ياكل. طيب لو حتى الاسنان بتاعته كويسه ودخل الطعام على المعده والمعده فيها مشكله، هتقدر تعمل عمليه الهضم عشان يعمل تمثيل للغذاء ويروح لبقيه الجسم؟ لا طبعا. الجذور دي يا جماعه بمثابه الجهاز الهضمي او اوائل الجهاز الهضمي بالنسبه للانسان، هي بالنسبه للنبات بمثابه الجهاز الهضمي بالنسبة للنبات، لان هي اللي بتعمل ابتيك او بتعمل على امتصاص بقية العناصر. تمام.
هي بتعمل على امتصاص بقية العناصر، إذا فهي زيها زي الأسنان وزي المعدة بتاعة الإنسان بالظبط. إذا كانت المعدة سليمة والأسنان سليمة هتقدر تاكل وتقرش الزلط والإنسان هيعيش وصحة تمام التمام. إذا كانت المعدة فيها مشكلة فمجرد ما هياكل أي شيء دهون أو لحوم أو أي حاجة هتبدأ العملية عنده يحصل فيه مشاكل وهيمتنع عن أكلها، وبالتالي الجسم هيبقى هزيل. هو كذلك النبات اللي بيظبط القصة ديت إيه، هي الجذور وهي الازهار 12 61 اهيت تمام، اللي هو الفوسفور ال 61 فوسفور اهو، وعندي 14 فوسفور اهو، وعندي 52 12 52 زيرو كمان، في حاجه 52 فوسفور تمام. دي بتبقى فيها الـ بالنسبة للفوسفور بيكون عالي في الـ المركبات دهيا، وبالتالي بيظبط لي حتة الجذور ويظبط لي حتة الأزهار اللي عندي تمام. طيب لو نزلت قلت 12 12 36 أو 13 0 45، خد بالك المركب ده هو تمام، ده المركب ده هو غني النيتروجين فيه غني بيه برضه ولكنه قليل 12، وبيسند معايا في الفوسفور 12 بس، داخل على البوتاسيوم وحاطط لي 36 تمام، 36 بوتاسيوم تمام، وجاي لي على المركب ده 13 نيتروجين 0 فوسفور 45 بوتاسيوم، هنا 45 بوتاسيوم وهنا 36 بوتاسيوم في المركبين دولت بقى، هنا هو 36 بوتاسيوم هنا 45 بوتاسيوم. المركبين دول يا جماعه بنحتاجهم في ايه؟ في الثمار عندي، عايز في الثمار، عايز الثمار عندي تكون كويسه. طب في مركب كمان اسمه 0050 تمام، 0050 اللي هو ايه؟ اللي هو سلفات بوتاسيوم، ده صافي بوتاسيوم ما فيهوش غير كده، 0050 نيتروجين 0 فوسفور 50 بوتاسيوم، ده بنستخدمه في وقت ايه؟ برضو في الخدمه الارضيه، لما بحط بوتاسيوم بحطه في صوره الصلفه اللي هي كبريتات البوتاسيوم يعني، وفي اللي ممكن نحط عليه حمض نتريك عشان يحول لي جزء كبير منه نترات بوتاسيوم، وبستخدمه في الري بالتنقيط او الري بالرش كعالي في البوتاسيوم. يبقى عندي اهوت زي ما قلت عندي الثلاث عناصر اهوت، ده هوت نمو خضري والنيتروجين نمو خضري، الفوسفور نمو جذور وازهار، البوتاسيوم نمو السمر بكبر لي في الثمار بتاعتي. طيب قلنا كل واحد فيهم مختص بحاجة، إذا فأنت عايز تحط في عايز الثمار، عايز النمو الخضري بتاعك كويس، ابدأ بالعشرينات والتسعتاشرات والتمنتاشرات في بداية النمو بتاع النبات بتاعك، بداية مرحلة الشتلات وما بعدها. طيب لو عايز النمو الجذري بتاعك والأزهار كويسة، يبقى أنا بستخدم اللي هي عالية في الفوسفور دهيت، اللي هي 61 44 52 دي عالية في الفوسفور، ببدأ استخدمها خالص في المرحلة بتاعت الجذور دهيت ومرحلة الأزهار تمام. طيب أنا عندي المركبات دهيت غنية في 34 بوتاسيوم، هيت عندي 36 عندي 45، عالي في البوتاسيوم وقليل في العناصر التانية، ببدأ استخدمها في مرحلة الفروت أو الأزهار بتاعتي أو الثمار، قصدي آسف الثمار بتاعتي، وبالتالي بتديني نتائج مبهرة. طيب البوتاسيوم ما ابداش ازود فيه الا بحاجتين، هما ايه؟ ان انا يكون عندي جذور كويسه ماشي، مجموع جذري كويس، ويكون عندي نمو خضري كويس، وبالتالي اقدر استخدم البوتاسيوم. افترضنا النبات تعبان وضعيف وكده كده، اللي انا متنبأ له ان هو مش هيكون كويس، يبقى البوتاسيوم اسمد على الاقل خالص او باقل شيء خالص. اما اذا كان النبات عندي قوي، مجموع جذري قوي، ازهار كويسه، نمو الخضري كويس، ببدا اضخ له الاسمده دهيت اللي هي عاليه في عنصر البوتاسيوم تمام، ببدا اضخ له في الاسمده دهيت تمام. اتمنى ان احنا نكون يعني عرفنا يعني ايه ان بي كي وايه الارقام الكتيره دي، على فكره في مركبات كتيره كتير تمام، واعرف المركبات دي كلتها ان كانت عشرينات او تسعتاشرات او تمنتاشرات او 12 61 0 او 18 44 0 او 2 او 0 52 34 او 12 12 36 او 13 0 45، اقولها لك تاني، او 0 0 50، بقولها لك مليون مره، الرقم اللي في النص سواء اتكتب عربي او انجليزي هو الفوسفور، وانت مغلق
مغمض، تمام، اللي في النص دايما الفوسفور، تمام. لو كتب لي رقمين وساب التالت يبقى اعرف ان هو نيتروجين وفوسفور. مش هيكتب لك اخر رقمين الا اذا كتب لك عليهم، يعني لو جه هنا كتب لك بي كي يبقى هو لازم يكتب لك البي كي ولازم يحط لك الرقمين، او ممكن يكتب لك رقمين ويسيب الباقي، ده اعرف ان هو يقصد النيتروجين ويقصد الفوسفور، مش هيحط لك اكتر من كده، تمام. واي سؤال مستعد لحضراتكم في اي وقت. شكرا لحضراتكم، اتمنى انكم تكونوا استفدتوا من قصه الان بي كي، ويا رب يا رب ما حدش يسالني فيها تاني، لان بصراحه ربنا كل واحد يقول اكتب لي واتكلم على الان بي كي. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.